بكم مشاهدينا إلى أخبار السادسة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يهنئ رئيس أنغولا بمناسبة إعادة انتخابه. بوتين يؤكد أن موسكو لا تتعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا. أوزيلينسكي يستبعد تحديد نهاية قريبة للصراع. أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي ليز تراس، هنأها خلاله بمناسبة توليها منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة وخدمة بلادها وشعبها. وأعرب سموه عن تمنياته لبريطانيا وشعبها دوام التقدم والاستقرار والازدهار ولعلاقات البلدين مزيدا من التطور. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة الاعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما، معربا عن حرصه على العمل المشترك لترسيخ هذه العلاقات والبناء عليها نحو مزيد من التطور والتنمية لتعاون البلدين لما فيه الخير لشعبيهما وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي. هذا وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، هنأه فيها على إعادة انتخابه. وسلم الرسالة إلى فخامة لورينسو معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة خلال مشاركة معاليه في مراسم حفل تنصيب فخامة لورينسو والذي أقيم في العاصمة لواندا. وزعت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلال الغذائية والمواد الإيوائية على الأسر السودانية المتضررة من جراء السيول والأمطار في القرى التابعة لمحلية الدنقلة في الولاية الشمالية. استفاد منها أكثر من 7000 نسمة لمساعدتهم في تخطي الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. تأتي المساعدات في إطار جهود الإمارات الإغاثية والإنسانية المستمرة على الساحة السودانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته الدولة لمساعدة الأشقاء الذين تضرروا من جراء السيول والأمطار التي ضربت عددا من الولايات والقرى. وأعرب سكان القرى التابعة لمحلية دنقلة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات وقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات على مساندتهم ومد يد العون والمساعدة لأبناء الشعب السوداني الذين يواجهون أسوأ كارثة إنسانية خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. مشاهدينا، نقف الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي. قالت بريطانيا اليوم أن أوكرانيا تواصل عملياتها الهجومية في شمال شرق البلاد في الوقت الذي أقامت فيه القوات الروسية خطا دفاعيا بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف. وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن السيطرة على هذه المنطقة يعد أمرا هاما لروسيا، حيث يمر من خلالها أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة التي لا تزال تسيطر عليها روسيا من منطقة بيلغورد. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت ضربات على مواقع أوكرانية واتهمت كييف بتنفيذ قصف بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت ضرباتها في مناطق خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك وفقا للوزارة. وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما فاشلا بالقرب من برافدين في خيرسون. وقالت الوزارة أن الوضع الإشعاعي في زاباروجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا ما زال طبيعيا، مضيفة أنه تم تسجيل حادثتين لقصف أوكراني بالقرب من المنشأة اليوم.
ونبقى في أوكرانيا وفي تطورات الوضع الميداني، فقد استبعد الرئيسان الروسي والأوكراني تحديد موعد محتمل لنهاية الصراع العسكري الدائر في الأراضي الأوكرانية. نتابع التفاصيل. في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين موسكو والدول الغربية توترا شديدا، يجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة منظمة شنغهاي مساحة واسعة لطرح الرؤية الروسية لمجريات العملية العسكرية لبلاده في أوكرانيا، ومهددا خصومه بالمزيد في وجه سعي الولايات المتحدة جعل أوكرانيا جيبا معاديا لروسيا من أجل تهديد موسكو بحسب وصفه. إنها عملية عسكرية، وفي إطارها نرى محاولات إجراء بعض الأعمال الإرهابية في محاولة للإضرار ببنيتنا التحتية، ونرد على ذلك بشكل متحفظ. مؤخرا القوات الروسية قامت بتوجيه بعض الضربات الحساسة، سنعتبر أن ذلك خطوة تحذيرية. في حال تطورت الأمور بهذا الشكل فالرد سيكون أكثر جدية. وعلى الرغم من التصريحات القوية لبوتين، إلا أن هذه التصريحات كانت أقل حدة في حديثه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على هامش قمة شنغهاي، حيث أكد فيها بوتين أنه يأمل أن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت، إلا أن مجريات الأحداث وتصريحات الرئيس الأوكراني تؤكد أن نهاية العملية العسكرية أمر بعيد المنال. من المبكر الحديث عن نهاية هذه الحرب. أعتقد أن إمدادات الأسلحة الأجنبية لأوكرانيا كانت ستتراجع إذا لم تشن كييف هجومها المضاد. التقدم الأوكراني على الأرض سيشجع دولا أخرى على دعم كييف. وتتزايد الاتهامات المتبادلة والنفي المتبادل أيضا بين موسكو وكييف بارتكاب جرائم حرب، آخرها اتهامات كييف لروسيا حول موقع الدفن الجماعي في إيزوم الذي كان معقلا روسيا على جبهة القتال قبل السيطرة الأوكرانية عليها. ومع تلك التطورات يصرح الرئيس الروسي بأن بلاده لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا، والتي بقي هدفها الرئيسي تحرير أراضي دوناباس بالكامل. ويعيد بوتين التأكيد على أن استراتيجية قواته لم تتبدل وأن روسيا لم تشارك بجيشها الكامل حتى الآن. من جانبه نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي علاقة لبلاده بأزمة الطاقة في أوروبا، قال أنه إذا أرادت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الغاز فعليها مطالبة أوكرانيا بفتح خطوط الأنابيب ورفع العقوبات التي تمنع فتح خط أنابيب نورد ستريم عبر منطقة البلطيق. كما ألقى بوتين باللوم أيضا على ما أسماه الأجندة الخضراء في أزمة الطاقة، وأصر على أن روسيا ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمداد ذات الطاقة. نفذ عدد من الناشطين مساء أمس اعتصاما أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني من نجيب ميقاتي في طرابلس، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعدما شهد لبنان سلسلة من عمليات اقتحام البنوك خلال الأيام الماضية. غضب يسيطر على الشارع اللبناني من رحم الأوضاع المتردية في البلاد، فبعد سلسلة من الاقتحامات قام بها لبنانيون وقطع للطرقات، سارع وزير الداخلية اللبناني إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي، أكد خلاله أن القوى الأمنية ستشدد في إجراءاتها من أجل حماية المودعين والبلاد. أنا هون بتوجه للمودعين، تقول أنه حقوقهم وهن أصحاب حق، ما ممكن أنهم يستعدوا بهذه الطريقة. وفي مسعى من السلطات اللبنانية لمواجهة ظاهرة اقتحام المصارف، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية لكل الأجهزة الأمنية بملاحقة الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل المصارف، كما تقرر إقفال المصارف لثلاثة أيام ابتداء من الاثنين في محاولة لكبح جماح انتشار الظاهرة على نطاق أوسع. لبنان شهد خلال الأيام الماضية 7 حالات اقتحام لمصارف وفق وكالة رويترز، وذلك كوسيلة للتحرك ضد منع البنوك التجارية معظم المودعين من السحب من مدخراتهم منذ تفجر الأزمة الاقتصادية قبل 3 سنوات، مما جعل العديد من اللبنانيين غير قادرين على دفع تكلفة أساسيات الحياة. خاصة بالأيام اللي نحن وصلنا لها، الحكومة والدول اللي وصلونا لهالموضوع هذا. من بعد 3 سنين عم نطالب بالطرقات، عم نصرخ،
ما حدا ما في استجابة لما طلبنا. ظاهرة اقتحام البنوك وإن اختلفت دوافعها أعادت للبلاد مخاوف الانفلات الأمني وسط استمرار الأزمات المعيشية الحالية وعجز السلطات على إيجاد الحلول في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حوالي 38,500 ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. بريطانيا تحث مواطنيها على عدم السفر للانضمام إلى طابور توديع الملكة إليزابيث الثانية. للرياضة دور كبير في التنمية المجتمعية، وهي أسلوب ثقافي وأسلوب حياة. العقل السليم في الجسم السليم. لليوم هذه الرياضات الشعبية المحلية أصبحت رياضات عالمية، كيف أصبح هذا الأمر؟ برؤية قيادة حكومة وأفكار، والرياضة هي رسالة قوية. النجاح كبير وإنجازات سنوية احنا نشوفها مقامة هنا في العاصمة الحبيبة أبوظبي. نحن يعني فخورين أن يحصل عندنا النهائي في الإمارات والنسخة وكل نسخة أحلى من الثانية. وطن الريادة غدا 10:00 مساء على قناة الإمارات. بكم مشاهدينا من جديد. قبل مواصلة هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الدولة يهنئ رئيس أنغولا بمناسبة إعادة انتخابه. بوتين يؤكد أن موسكو لا تتعجل إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا، وزيلينسكي يستبعد تحديد نهاية قريبة للصراع. أهلا بكم. يشارك الأميران البريطانيان ويليام وهاري في وقفة صامتة أمام نعش جدتهما الراحلة الملكة إليزابيث اليوم. وفي ذات السياق حثت الحكومة البريطانية المواطنين على عدم السفر للانضمام إلى طابور المنتظرين لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية. إذن تدفق الكثيرين يعني أن الناس سيضطرون للوقوف في الطابور لمدة 24 ساعة على الأقل للوصول إلى مكان النعش. وفي لندن رصدت مراسلتنا انتظار البريطانيين في طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر في العاصمة البريطانية وسط حضور أمني شديد. من هذه النقطة تبدأ الطوابير بالتوافد لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. أناس من كافة الأجيال أتوا لإلقاء نظرة الوداع ولإظهار الاحترام للملكة الراحلة. نسأل أحد المنتظرين هنا، دان ويلكم. أهلا بك دان، لماذا أنت هنا؟ لقد شعرت أنه من المهم جدا القدوم إلى هنا لكي ألقي النظرة على ما يحصل ولكي أحرص أيضا على توديع الملكة التي أحترمها، فهي الملكة الوحيدة التي عرفتها خلال حياتي، لذا شعرت أنه من المهم جدا أن أتواجد هنا، خاصة وأن بعض أفراد عائلتي لم يتمكنوا من القدوم، لذا من المهم بالنسبة لي أن أمثلهم، خاصة من منهم كان على قيد الحياة عندما اعتلت الملكة العرش، ولكنهم فارقونا اليوم، لذا أنا هنا أيضا لأمثلهم، وقد جئت نيابة عنهم جميعا تكريما لكل ما قدمته الملكة لنا. كم مضى على انتظارك في الطابور؟ لقد مضى على وجودي هنا 7 ساعات حتى الآن. فقد غادرت منزلي عند منتصف الليل تقريبا، وصلت إلى هنا بعد 2 ساعة، ولا يزال علي الانتظار حوالي 4 ساعات تقريبا، وأعتقد أن هذه طريقة مناسبة لقضاء يوم العطلة. إذن الناس يتوافدون من مدن عدة في المملكة المتحدة لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث. هذه الطوابير تبدأ من هنا وتمتد حتى الجهة الأخرى من ضفة نهر التيمز
في لندن، الناس يأتون من مختلف الأجيال ومن مختلف الأعمار. أيضا هنالك تشديد أمني في المنطقة، حيث يتواجد عناصر الشرطة لحماية المكان والحشود، وكذلك لتأمين المكان حيث ستقام جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين المقبل بحضور واسع من قادة دول العالم. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، جمان العزاوي، لندن. في اليمن، طلب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك اليوم بدور أوروبي وهولندي لتثبيت وقف إطلاق النار في بلاده في ظل تصاعد خروقات الهدنة الأممية من جانب ميليشيا الحوثي منذ مطلع أبريل الماضي. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء اليمنية بأن عبد الملك عقد مباحثات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، حيث تطرق إلى مسار الهدنة الإنسانية القائمة وخروقات الميليشيات الحوثية. وفي سوريا، حيث أعلنت وزارة النقل استمرار العمل في مطار دمشق الدولي وعدم تأثره بالقصف الصاروخي الإسرائيلي في ساعات مبكرة صباح اليوم. وكان مصدر عسكري سوري قد أكد مقتل 5 عسكريين سوريين إثر استهداف إسرائيل مطار دمشق الدولي فجر اليوم. وقال سكان يعيشون في محيط العاصمة دمشق إن انفجارا عنيفا هز مناطق جنوب العاصمة قرب المطار. حذرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حذرتا كوريا الشمالية من رد ساحق وحازم في حال شنت هجوما نوويا، مع إجراء الحليفين حوارا رفيع المستوى بشأن الردع في واشنطن. واتفق الجانبان على استخدام كل الوسائل المتاحة للتعامل مع التهديدات العسكرية المتطورة، وذلك وفقا لبيان مشترك بشأن نتائج اجتماع استراتيجية الردع الموسعة والمجموعة الاستشارية الذي عقد بعد توقف لنحو 5 أعوام. وجاءت الجلسة في ظل توقعات بأن كوريا الشمالية أنهت بالفعل استعداداتها لإجراء تجربتها النووية 7. في تطورات أخرى، ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في عمان إلى 14 قتيلا بعد إخراج آخر جثة من بين الأنقاض، كما أفاد مصدر أمني أردني اليوم. وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية في بيان أنه بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة، تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض. وأضاف أنه تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين، مشيرا إلى عدم ورود أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين. حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم من أعصار كبير وقوي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في جزيرة كيوتشو الجنوبية يوم الأحد. وقالت الوكالة أنها قد تصدر تحذيرا خاصا لمقاطعة كاجوتشيما والجزء الشمالي من جزيرة كيوتشو الرئيسية الواقعة في أقصى جنوب اليابان بسبب احتمال حدوث أمواج عاتية وأمطار غزيرة في المنطقتين. واقترب أعصار نانمادول من جزيرة ميانمي دايتو بجنوب اليابان متجها إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا. مشاهدين، هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. الإمارات ضمن أفضل 10 دول بالعالم في 432 مؤشرا تنافسيا. في لحظات التأمل الصادقة فقط يمكننا أن ندرك أن أعظم ما بلغته البشرية كان نتيجة مباشرة للمعرفة. With independent learning, the students really are seeking to find out the answers. Whereas with classroom learning, usually the theory is given to you, and then the student has to extrapolate that theory into potential applications. دولة الإمارات العربية المتحدة تاحت لنا الفرصة لتكملة المرحلة الثانوية في اليابان. الحمد لله، من بين 40 طالب
أنا وزميلي عبد الله الوحيدين الإماراتيين في الصف وحسين بفخر. الطلاب من صغرهم الحين يتعلمون على التكنولوجيا، فهذا يثبت أن الأجيال الجديدة بتكون وايد متطلعة للتكنولوجيا ووايد مواكبة للعصر. من جديد مشاهدينا، تصدرت دولة الإمارات مؤخرا المرتبة الأولى عالميا في 156 مؤشرا للتنافسية العالمية، لتثبت تفوقها عالميا وريادتها عربيا بفضل السياسات الناجحة التي تنتهجها لتحقيق أعلى معدلات التطور والنمو والتنمية المستدامة في المجالات كافة. أوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات جاءت من بين أفضل 10 دول في العالم في 432 من المؤشرات التنافسية ضمن 1502 من المؤشرات التنافسية وفي أهم التقارير العالمية التي يرصدها المركز، أي بنسبة تعادل 30% من إجمالي المؤشرات العالمية. وأكد المركز أن الإمارات تمضي نحو التنافسية العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل وتركز على ثقافة التميز على مختلف الأصعدة، مشيرين إلى أن صدارة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في 156 مؤشراً جاءت في عدة قطاعات من بينها الاقتصاد والمالية والمصارف والصحة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية والأمن الرقمي والتعليم والتوازن بين الجنسين والقوانين والتشريعات ورأس المال البشري، بالإضافة إلى جذب المواهب. وذكر المركز أن من بين المؤشرات التي تصدرت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالميا مؤشرات اقتصادية صادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهي مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية ومؤشر نمو حصة الدخل. كما حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السبراني بقطاع الأمن الرقمي والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية. وجاءت الإمارات في المركز الأول عالميا في مؤشرات مختلفة بقطاع التكنولوجيا المتقدمة. وذكرت التنافسية والإحصاء أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالميا في مؤشرات خاصة بالطاقة والبنية التحتية، وهي مؤشر كفاءة إدارة المدن ومؤشر البنية التحتية للطاقة الصادرين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إضافة إلى مؤشر مراقبة جودة البناء ومؤشر موثوقية نظام إمداد الكهرباء ومؤشر سهولة الحصول على توصيل الكهرباء ومؤشر الوصول إلى الكهرباء كنسبة من السكان ومؤشر الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة الصادرين عن معهد ليجاتوم في تقرير مؤشر للزهار. كما حلت الدولة في المركز الأول عالميا في مؤشرات خاصة بالمالية والمصارف مثل مؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وعمق المعلومات الائتمانية وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية والضوابط على المعاملات المالية والصادرين عن معهد ليجاتوم. وعلى صعيد رأس المال البشري، حصلت الإمارات على المركز الأول عالميا في مؤشر وفرة كبار المديرين المختصين ومؤشر قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العاملين ومؤشر توافر العمالة الماهرة الصادرين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتؤكد الدولة بذلك على مواكبتها لكل جديد وصدارتها العالمية والإقليمية في أهم المجالات الاقتصادية والصحية والمالية والمستقبلية. ومشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة السادسة. شكرا على حسن متابعتكم، في أمان الله.